في الحلقه الثالثه من رمضان معك سيدتي على اليوم 24. اليوم ان شاء الله نعرض على الضيف اللي غادي يجي يفطر معايا ومع عائلتي ان شاء الله. وكيف ما كتعرفوا السيده المحجبه بحكم انه السيده اللي كتعرض على الضيف ديالها يعني كتبغي تكون لابسه واحد اللباس اللي محترم ومن طون يعني اللي ما صدهاش بحكم انها يعني كتدخل الكوزينه وتخرج ودير لي فايب ديال بزاف. اليوم ان شاء الله اول حاجه غادي نديرها ندخل نوجد شي هوات للضيف ديالي باش مخليهمش بالجوع وعاد نلبس لكم ونوريكم لو لوك ديالي لهاد النهار اللي غنستقبل به الضيف ديالي. دابا انا واش دابا باش نستقبل الضيف ديالي وجدت شي هوات ديالي وجدت يعني راسي لبست واحد اللباس اللي هو عملي بحكم انني غادي نمشي نجي للكوزينه بزاف. يعني لبست واحد السروال ديال القطن ديال القندريسه ودرت معاه ان بول يعني في نفس اللون ودرت الجيلي ديالي باش ندير ديك لابوش ديال بلدي ديال باش نستقبل ضيافي يعني ما نكونش خاصني نستقبلهم وانا في حله جميله باش نبين لهم بانني فرحانه بهم ومرحبا بهم ومرحبا بيوم 24 عندي ومرحبا ببرنامج رمضان معك سيدتي ونتلاقاو الحلقه المقبله ان شاء الله.